أعزائي متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الناس اللي متابعين كاس العالم اللي شغالة دلوقتي في قطر 2022 غالبا عارفين كويس ان قطر بنت 8 ملاعب مخصوص علشان يستضيفوا البطولة دي من مباريات على استادات مختلفة. الاستادات دي هي كانت استاد البيت اللي استضاف المباراة الافتتاحية، واستاد لوسيل، وملعب المدينة التعليمية، وملعب الجنوب، وملعب احمد بن علي، وملعب السمامة، وملعب خليفة الدولي، واخيرا استاد 974. الملاعب دي تم انشائها على مدار عدة سنوات من العمل الشاق، وتصرف عليها مليارات الدولارات. لكن الغريب بقى لما تسمع ان البطولة دي بعد بطولة كاس العالم لما هتنتهي قطر هتفكك معظم الملاعب دي وهتتشال من مكانها تماما. فيا ترى ليه قطر هتعمل كده؟ وازاي الملاعب دي هتتفكك ومواد البناء اللي فيها دي هتروح فين؟ الكلام ده كله هنعرفه من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تم اختيار قطر في سنة 2010 من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأسند لقطر استضافة بطولة كأس العالم لسنة 2022، وقتها قطر ما كانش فيها غير استاد واحد بس، وهو استاد خليفة الدولي الموجود في الدوحة من سنة 1976. علشان كده كان مطلوب منهم ان هم يبنوا مجموعة جديدة من الملاعب عشان تقام فيها المباريات بتاعت كأس العالم. وبالفعل قدرت قطر على مدار الكام سنة دول انها تبني 7 ملاعب جداد، ويطوروا كمان استاد خليفة الدولي ويوسعوه. بس قبل ما يبنوا الملاعب دي ويطوروها كان في مشكلة حوالي 11,570 كيلومتر صغيرة جدا، وبيسكن في المساحة دي حوالي 3 مليون انسان. وعلشان كده مش منطقي ابدا يبقى عندهم 8 ملاعب ضخمة. الملاعب دي هتخدم حدث معين هيستمر لمدة 28 يوم حتى ولو كان حدث عالمي زي كاس العالم. الماتشات دي كانت هتقام في الملاعب اللي هي جهزتها اللي هي 8 ملاعب، وبعد كده الملاعب دي هتتهجر مرة تانية لان مفيش عدد من البشر محتاج الملاعب دي كلها، لان السكان عددهم قليل جدا، وخصوصا ان الدول اللي استضافت كاس العالم قبل كده او الاولمبياد وانشأت ملاعب مخصصة للبطولة تجاربها ما كانتش احسن حاجة. يعني فمثلا البرازيل استضافت كاس العالم سنة 2014 صرفت مبالغ مهولة عشان تعمل الملاعب اللي هيتلعب فيها المباريات، وبالرغم من ان البرازيل وشهرتها الكبيرة في كرة القدم الا ان الملاعب دي تم هجرها ما استفادوش منها باي حاجة، زي ملعب استاديو ناسيونال اللي تم انشاؤه في العاصمة برازيليا وكان بيتسع ل 72,000 متفرج، صرفوا عليه اكتر من 570 مليار جنيه استرليني، وكان بيتم تصنيفه انه تاني اغلى ملعب كرة قدم في التاريخ. ونفس الموضوع ايضا حصل مع اليونان لما استضافوا دورة الالعاب الاولمبية سنة 2014. الملاعب اللي اتبنت وقتها مهجورة دلوقتي تماما، لدرجة ان الحشائش والنباتات بقت خارجة من وسط المدرجات. وعشان كده المسؤولين عن بناء الملاعب في قطر لجأوا الفكرة مبتكرة هتتطبق للمرة الاولى، وهي انهم يبنوا ملاعب قبل للتفكيك. الملاعب القطرية دي اتبنت بنظام الأبنية المستدامة، كل حاجة في الملعب ينفع تتفكك من غير ما تتلف، والكلام ده بينطبق على الأسقف والجدران والكراسي، بل وحتى أنظمة التبريد والتكييف اللي استخدموها أو في ملاعب المباريات يعني، لأن طبعا عارفين كلنا أن درجات الحرارة عالية جدا في قطر، وكمان ألواح الطاقة الشمسية كانت بيستعملوها علشان تبريد وتكييف الملاعب دي، كلها حاجات ينفع تتفكك. عشان كده الحكومة القطرية قررت انها هتفكك حوالي 170 ألف مقعد من مدرجات الملاعب الثمانية، وهيتم منحهم كهدايا لبعض الدول النامية، ومن المتوقع ان هيتم انشاء 22 ملعب من المقاعد دي. يعني المقاعد اللي قطر هتديها للدول اللي هي النامية هيبنوا بيها 22 ملعب تاني. وخلونا كده ناخد نبذة سريعة عن الملاعب التمانية، ايه التغييرات اللي هتحصل في كل واحد فيهم. اول ملعب واغرب ملعب من الثمان ملاعب هو ملعب 974. الملعب ده يعتبر من اغرب الملاعب اللي تم بنائها في العصر الحديث، بيعتبر بصمة مميزة جدا في مجال الابنية المستدامة. الملعب بالكامل مبني من حاويات الشحن اللي هي الكونتينرز، يعني
اللي بتبقى موجودة على السفن، والملعب ده اتبنى عن طريق تجميع عدد 974 كونتينر جنب بعض بطريقة هندسية منظمة، وهو بالمناسبة السبب في الاسم الغريب بتاع الملعب اللي هو 974. أكبر أعداد من الكونتينرز تم تجميعها اللي تم استخدامها في بناء الملعب، وزاد طبعا ان الموضوع يكون مش صدفة طبعا، لان الكود الدولي بتاع الاتصالات بتاع قطر هو برضو 974، فهم غالبا اختاروا دي عشان تمشي مع دي. الملعب موجود في منطقة اسمها ابو عبود بجوار ميناء الدوحة، وبعد كده هيتم تفكيك الحاويات دي، هيتم استخدام الحاويات مرة تانية في التجارة والملاحة البحرية عادي جدا يعني. والسقف والعوارض بتاعت الملعب ده الموجودة في جوانب الملعب هيتم تشغيلها في مشاريع بنائية تانية جوه قطر نفسها، ومكان الاستاد هيتحول لموقع تجاري. اما ملعب لوسيل اللي بيعتبر اكبر ملعب من الملاعب الثمانية واللي بيتسع لتمانين الف متفرج، واللي هيشهد مباراة نهاية كاس العالم، هيستضيف مباراة النهائي ان شاء الله، فده هيتم ازالة المقاعد بتاعته، وهتم ازالة الطبقات العليا من المبنى لوحدات سكنية، والاجزاء السفلية هتتحول لمرافق تخدم مدينة لوسيل كلها. والمرافق دي هتبقى ايه؟ هتبقى محلات تجارية، مقاهي، مدارس، عيادات، حاجات زي كده يعني. اما الهيكل الخارجي بتاع الاستاد فهيحافظوا عليه زي ما هو، مش هيعملوا له ازالة علشان يفضل ذكرى للمونديال، ويبقى بالنسبة لهم دليل على نجاح احتضان اكبر محافل كرة القدم اللي اسمه كاس العالم او المونديال، وده هيعزز ثقة الاجيال الصغيرة يعني في نفسهم وفي بلدهم. اما بقى استاد البيت واللي اتعمل فيه المباراة الافتتاحية للمونديال، فالاستاد ده يعتبر تاني اكبر ملعب في المجموعة اللي هي 8 ملاعب، بيتسع لحوالي 68 الف متفرج، بيتميز ببنائه اللي على شكل خيمة كبيرة مغطية الملعب بالكامل، واسمه والهيئة بتاعته مستوحاة من بيت الشعر او الخيمة اللي كان بيسكنها اهل البادية في قطر وفي منطقة الخليج كمان على مر التاريخ. وبعد انتهاء البطولة هيتم تقليص عدد مقاعد الاستاد لحوالي 32 الف مقعد، والجزء العلوي منه هيتم تحويله لفندق 5 نجوم ومركز تسوق ومستشفى للطب الرياضي. الملعب الرابع هو ملعب السمامة، والمميز في الملعب ده هو ان اللي صممه مهندس معماري قطري اسمه ابراهيم الجيدة، والتصميم مستوحى من غطاء الرأس اللي بيعتبر زي تقليدي قطري وبعض دول الخليج العربي. وبعد انتهاء البطولة هيتم انشاء فرع من مستشفى متخصصة في طب العظام والطب الرياضي داخل الملعب، وهيتم بناء فندق صغير من في مكان المدرجات العلوية، وهيقللوا عدد المقاعد من المدرجات من 44 ألف مقعد إلى 20 ألف مقعد. أما استاد المدينة التعليمية واللي مبني على شكل ماسة، فهو مبني وسط مجموعة من الجامعات في مركز قطر العالمي للتميز، وعشان كده الحكومة هتهدي للفرق الرياضية الجامعية بعد انتهاء بطولة كاس العالم، وهيبقى مركز دايم لمنتخب قطر الوطني للسيدات، وهيقللوا عدد المقاعد بتاعته من 44 ألف متفرج إلى 20 ألف مقعد. أما بقى استاد الجنوب واللي بيعتبر أول ملعب تم بناؤه من الملاعب الجديدة، هو من تصميم المعمارية العراقية المشهورة زها حديد، والملعب على شكل قوقعة، والإطار بتاعه مستوحى من أشرعة المراكب التقليدية، وده نظرا لأن الملعب تم بناؤه في مدينة الوكرة واللي السكان بتوعهم ليهم تاريخ كبير في الصيد والبحث عن اللآلئ. وأكتر حاجة بتميز الاستاد إنه مكيف بالكامل، مع إن سطح الملعب مفتوح، والموضوع بيعتمد على فكرة إن الهواء السخن بيكون أخف من الهواء البارد، فبالتالي هو اللي بيخرج بره الاستاد والهواء البارد بيفضل جوه الاستاد، وده اللي بيميز استاد الجنوب جدا، لأن ظروف اللعب فيه بتكون مثالية بغض النظر عن درجات الحرارة بره الاستاد، والمكيفات بتاعة الملعب كلها قابلة للتفكيك. واللي من المتوقع ان قطر هتهدي التكييفات دي للدول اللي هتستضيف كاس العالم سنة 2026 اللي هي امريكا وكندا والمكسيك، وبرضو هيتم تقليل القدرة الاستيعابية للاستاد من 44 الف متفرج الى 20 الف متفرج، وهيتم تحويله لمركز دائم لنادي الوكرة الرياضي. اما ملعب احمد بن علي فالملعب موجود في منطقة ام الافاعي في الريان غرب الدوحة، وتصميم الاستاد بيعكس الثقافة والتقاليد المحلية لسكان المنطقة،
فواجهته الخارجية بتشبه في تموجاتها الكثبان الرملية. وبعد انتهاء بطولة كاس العالم الاستاد ده هيبقى مقر لنادي الريان القطري، وهيتم خفض عدد المقاعد في الملعب من 45,000 ل 20,000 مقعد. وطبعا كل المقاعد اللي هتتفكك من الملاعب دي هيتم التبرع بيها زي ما قلنا في اول الفيديو. ده الاستاد الوحيد اللي قطر هتسيبه زي ما هو، مش هيقللوا عدد المقاعد بتاعته ولا هيفككوا اي حاجة منه، وده لان الاستاد ده تحديدا بيعتبر بالنسبة للقطريين ارث ثقافي واجتماعي عريق، لانه استضاف قائمة طويلة من الفعاليات الرياضية التاريخية من اول اطلاقه سنة 1976. وبكده نكون ألقينا الضوء على اللي هيحصل لكل الاستادات اللي احتضنت اكبر حدث رياضي عالمي، وهو مونديال كاس العالم لعام 2022 بدولة قطر. ارجو ان يكون الفيديو قد افاد حضراتكم بمعلومة، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله. اترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.